باشر كل واحد من عندهم بإعداد تصميم. قلنا يخلي يصير عندنا ثلاث خيارات لسه بعد حسب يعني رأي لجنة يتم مزاوجة الخيارات، شيل جزء على جزء أو نروح على تصميم معين. بس الأخوان المهندسين قدمونا ثلاث تصاميم، مقترح واحد واثنين وثلاثة، كلها في خصوص توزيع الأبنية على هذا الموقع الأربعين دولار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تم عقد اجتماع هذا اليوم برئاسة سماحة السيد المتولي شرعي العتبة العباسية المقدسة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة في العتبة وكذلك هيئة التربية والتعليم العالي ورئاسة الجامعات، جامعة العميد وجامعة الكفيل. الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة تصاميم وعدة من قبل قسم المشاريع الهندسية، عدى مهندسين اختصاص معماريين عدوا ثلاثة تصاميم. كل تصميم حقيقة بعد النقاش والاطلاع كان فيه نقطة قوة، كان من الصعب اختيار أحد هذه التصاميم. كل التصاميم كانت متكافئة وجيدة، وكان توجيه سماحة السيد بعد النقاش أنه يتم مزج هذه النقاط الثلاثة نقاط القوة في تصميم واحد إن شاء الله سيعاد وتعاد مناقشته مستقبلا. هدف العتبة العباسية من تأسيس جامعات هو تهيئة كوادر للمستقبل لخدمة أبناء المجتمع، أطباء ومهندسين وغيرها من الاختصاصات العلمية. وكان ضمن المقترحات المقدمة من قبل قسم المشاريع الهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة ثلاث مشاريع مقترحة، وتم الاتفاق على أحد المقترحات وذلك من خلال الانفراستركتشر الموجودة في داخل البنايات المكونة من سبع بنايات لكلية الطب والصيدلة والأسنان والتمريض وكليتين آخرتين، إضافة إلى رئاسة الجامعة ومكتب مركزي ومختبرات ومختبر مركزي لجامعة العميد، وإضافة إلى الملاعب والمناطق الخضراء التي تتمتع بها الجامعة. مساحة الجامعة المؤمن إن شاء الله إنشاءها تقريبا أكثر من 40 دونم. فترة الإنجاز التي تتوقع أنه تكمل هذه الجامعة إن شاء الله خلال 3 سنوات. الغرض من بناء جامعة العميد في هذا المستوى لتكون في إيقونة علمية في محافظة كربلاء، تتميز البنى التحتية التي سوف تقام عليها تلك الجامعة بحسب القياسات العالمية المتفق عليها عالميا وتطبيق متطلبات وزارة التعليم العالي وأي مقترحات اللي تكون من ضمن السلامة والأمن والكيمياء والبيولوجي في بالنسبة للمختبرات، وكذلك لتوفير بيئة تعليمية أكاديمية إلى طلبتنا الأعزاء. دليل بالأحمر دليل الكليات الرئيسية طب الأسنان والعيادات مالتها، ودليل الكليات